نتكلم الكلام المهم عشان يعني انا خايف من حاجه، بس انا غصب عني. نتكلم الكلام المهم. كيم فيلفرت عارفه؟ توقعاتك، كيم توقعاتك بس ايه؟ تعالى لي توقعاتك، انت عندك ماتشين سيمي فاينال، وقول مين الفاينال ومين اللي هيكسب البطوله. نبتدي نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ايطاليا واسبانيا. ايطاليا، ايطاليا، انجلترا والدنمارك. باذن الله انجلترا، ولكن انا خايف. لا ما فيش انجلترا ان شاء الله انجلترا. والفاينال انجلترا وايطاليا، مين يكسب؟ انجلترا وايطاليا. لا الانجليز. انجلترا، انجلترا ايطاليا، والبطل انجلترا. انا الفاينال انجلترا وايطاليا والبطل ايطاليا. خلاص يبقى دي هنشوفها. بس اقول لك حاجه بقى، احنا خلاص اتفقنا. ايوه اقول يا بس احنا اتفقنا هو صح؟ احنا اتفقنا يعني. انا بقول لك ايطاليا بطله اليوروز خلاص. في حاله انا خلاص احنا قلنا انجلترا، انجلترا ايطاليا عشا. بس بس الدنمارك لو كسبت انجلترا، الدنمارك لو كسبت انجلترا هترفع الكاس دي. روح اريكسن، الدنمارك هتكسب لو كسبت انجلترا. ماشي، انت اصلا قلت ان الدنمارك هتخسر. لا انا بقول لك انا ما مفيش كلام. إيه؟ انت بتحاول كده تشتري نتيجتين. لا انا خلاص ماتش الجاي ان شاء الله انجلترا. بقول لك لا ده بقى بره الرهان. الدنمارك لو كسبت انجلترا هتكسب بطوله. انا متفق مع حسام في النقطه دي. نفس كيم فيلفرت بتاع 92. الرهان على ايه يعني؟ انا عشا بموت في كباب وكفته. ماشي بس ماشي. بص بلاش ريش بتوزن على الفاضي. تعالوا انا رايح اجيب كاس عالم بالعافيه. الناس حست ان يعني ميسي اعمل دي. بس في سؤال بقى مهم يعني ليه كاميدو والاتش. لو عملها ميسي والارجنتين كسبوا كوبا امريكا، وعملها هاري كين وانجلترا كسبوا يورو، وهاري كين هداف بريمير ليج واحسن افضل صانع لعب، وده انجاز اسطوري يعني. وميسي طبعا هداف لليجا، مين هيكسب بالون دور ولا حد تالت غيره؟ لا يبقى بصراحه لازم اديها لميسي. لميسي اديها لميسي سنه. لو انجلترا كسبت، لو انجلترا كسبت اليورو ومثلا هاري كين جاب جول انت ده ممكن يبقى رئيس هداف يورو. ممكن يبقى رئيس هداف يورو وهداف بريمير ليج واحسن. ممكن يبقى رئيس انجلترا عادي. انا في رايي مين يبقى. لو انا لازم احط جون ستونز قبل هاري كين. والله طبعا لانه يعني بطل تشامبيونز ليج. لا ستونز هاري كين ان هو كان موجود في الفاينل. لا اسف، مش جون ستونز. كنت عايز اقول على حد تاني. حاول شمال كده ولا خش ها ماونت، حد من تشيلسي. كنت هقول على حد من تشيلسي، تهيألي كنت هقول على ماونت. ماونت اكيد. ان ماونت ان هو كسب الشامبيونز ليج وكسب اليوروز، بس ما عملش حاجه في اليوروز. بالظبط، هي محتاجه انك مش بس تكسب بطوله لكن كمان تكون اللي يعني ناس كتير كانوا بيقولوا لو فرنسا كسبت اليوروز هاري كين ميسي هياخدها. لا بص، لو انا بقول لك ميسي هياخدها لاسباب تجاريه. هاري كين هيبقى هداف اليورو، هيجيب 5. هو في دنمارك لو جاب له جولين. انا بقول برضو ان هو هيجيب جولين بس لازم يعمل اسيست. ما هو ده اللي مخلي رونالدو لانه الاسيست اللي عامله ده اللي مخليه هو هداف البطوله. والله بص انا بس يعني. هاري كين او رونالدو في بيتها يعني الاثنين بالنسبه لي عادي. الاثنين تبعت شويه. طب توقعاتك للكوبا امريكا؟ برازيل ارجنتين وبرازيل البطل. برازيل كولومبيا وبرازيل البطل. انا برضو برازيل وارجنتين وبرازيل البطل. خلاص احنا كده خلاص مفيش رهان، مفيش عشاء في لا 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 العشاء الكباب والكفته. ليه العشاء؟ العشاء عليه لو العشاء في يورو. لو كولومبيا ما صعدوش يبقى العشاء. انت هتعزمه معايا من انجلترا معايا لا الاولانيه. لا انا هنشوف يعني. طبعا بعد دقائق هي تبدا مباراه البرازيل وبيرو، ماتشات حلوه بالليل. الناس بس نفسي يزودوا الاضاءه، بس بتعمل بلبس النضاره الاضاءه. في حاجه في الاضاءه غريبه. انت تغير التلفزيون؟ لا الاضاءه هناك فيها مشكله والله. ارحمنا يقوي الاضاءه. تصبح على خير.